السلام عليكم، الو، اتفضل السلام عليكم. اتفضل. مين السلام معايا؟ عليكم. الو، اتفضل مين معايا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل مين معايا؟ معاك طه من العراق. ازيك يا طه؟ هل تركت التشيع يا طه ولا لسه؟ انا ما اترك الحق، يا انا راجل ده سواي انت حق طلقت، شيعي استنى وسني يا ما اترك. طه انا مع يا طه هسه يا تدعوه طه فعوف ال... يا طه انت طلبت حديث ان ارد على حديث الصقلين بسند صحيح وعملت 3 حلقات عن ذلك، كنت فين يا طه؟ خلي اجاوبك على السؤال. لا لا، ما تجاوبش على السؤال. انا مستنيك من بعد ما طلبت مني ان ابين ضعف احاديث النبي في اتباع الثقلين، عملت لا، 3 حلقات بعد العيد. مو اتبع، مو لا 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 عرفتم اخواننا انا الاحبه؟ جبت لك، قلت لك تنسف الامامه، تنسف شفتم؟ اصل طيب الامامه. اخواننا الاحبه، قبل ما تتكلم يا طه، شفتم انا قلت لكم ايه؟ اعلم انه كذاب في ذلك، واعلم انه من المعاندين في ذلك، واعلم لو بينت له ضعف كل احاديث الدين الشيعي لن يترك التشيع. وجاي لما اتزنق قال لك انا باحث عن حق، لما اتحشر يوميها قال لك لا يا استاذ اشرف انا رجل باحث عن حق. قلت لكم انا ايه؟ ليس باحثا عن حق، انا اعلم بذلك. تعال خليك معانا النهارده يا طه. حديتك تنصف اصل طه الامامه، خلاص يا طه، قفلنا حديتك الموضوع، تنصف قفلنا اصل الموضوع، الانتماء. قفلنا الموضوع يا حبيبي. اي يقفله من النهارده البدايه. ليش سؤالنا، شفت حالي؟ ليش شفت النهارده حالي؟ سؤالنا، انت فتح الجبهه على انا روحك. افتح براحتي واقفل براحتي، اتحداك انت واكبر واحد. بلاش تتحدى، الله يستحرك. رد اي على حلقه اليوم، خليك في حلقه اليوم، اتحديت خليك في حلقه حازم، اليوم، حازم خليك في وذاك حلقه، يا عم خليك في حازم حلقه وهذا اليوم الشيخ السوداني، يا وانت عم، اربعه خليك في اتحديتكم حلقه مو بس انت اليوم وحدك. يا طه، خليك في حلقه اي اليوم يا يلا حبيبي. يلا، انا في حلقه بخاف، اليوم اجاوبك، انا بدي بخاف. اجاوبك. الان سؤالي الاول، هل قول الامام ما قاله ان المذهب الصحيح في اثبات الصفات اثبات بلا تشبيه، هل كلام الامام صحيح وافق نعم، عليه العلماء ام خالفوه؟ تفضل. راح اجاوبك بالتفصيل. اولا، كلام الامام اكيد صحيح. ثانيا، المراجع، انت سالت عن المراجع. بالتاكيد المراجع وافقوا واتفقوا مع كلام الامام، وانت سؤالك عن المراجع وليس عن عامه العلماء. وانا اطلب منك هسه الان جاوبتك على السؤال، اطلب منك اصبر يا الان طه، اصبر يا حبيبي، بالتاكيد اصبر يا برايي. حبيبي، اصبر يا حبيبي، اصبر يا حبيبي، خلي هتكمل والله كمل، انت معايا يا انت حبيبي، سألته اصبر خلي يا كمل. حبيبي، اصبر. حاضر يا باشا، انت ناخد تعرف اصول احنا المناقشة لو لا؟ نقطة نقطة، الله انت يفتح تعرف حالك. اصول المناقشة لو لا لا؟ ما اعرفهاش، انت هاي مو اصول هتعلمها منك، المناقشة، هتعلمها منك، ولكن تنط كده بالكلام هي جزافا تتعلمها، هي لا تتعلمها اسمح طبعا، به. تتعلمها. ماشي، انط ما بالكلام جاي جزافا اجاوبك، جاي لا اجاوبك، انا اسمح جاي به. اجاوبك، اسمع جاي بس، الله اجاوبك. يفتح حالك. انت شوف بتقول اشرف، اسمع شوف اشرف، اسمع ترى انت ثق بالله، يا ما عم، تقدر اسمع لي، ترى انت ما اسمع تقدر لي، ما اسمع تقدر لي اشرف، ما تقدر اسمع اشرف. انت ايه؟ يا ابني، احترم اسمع المناقشة وخلي اناقش. يا ابني، اسمع اسمع وافهم. اشرف احترم انت ذكرت، المناقشة وخلي اناقش. انت ذكرت الان ان كلام المراجع وافقه العلماء، كلام الامام صحيح وافقه العلماء في ذلك. هل عندما اثبت الله في القران صفة اليد تمام لنفسه، هل وافقه العلماء ام خلي قالوا اكمل العلماء؟ الجواب، اسمعني، خلي اكمل اخليك تكمل الجواب، جوابك، خلي اكمل الجواب. اخليك انت اللي تكمل، اخليك تكمل. انت هل قال العلماء عمد. روح نام، شوف بالاثبات روح نام، بلا روح نام، تشبيه؟ روح نام، روح نام، هل روح نام، عندما روح نام. قالوا العلماء بصفة الكلام قفل طه، قفل طه لوحده. ليه؟ لان انا خلاص دخلته في الحيطة اللي هيقف فيها، لانه يعلم انني اعلم انه يكذب. عندما قال وافقوا العلماء، العلماء لم يوافقوا، العلماء نفوا الصفة، ومنهم من اول الصفة. تعالى اجيب لكم طه، تعالى انا اجيب لكم انا طه نفسه، واسيبه يتكلم واشوف هيعمل ايه. ثواني بس كده، يلا عشان الشعر عايز طه اهو، بنرن على طه. يلا يا طه، شوف رد على اشرف، اسئلتنا يا طه، تحترم المناقشه، تحترم المناقشه رد يا وتخلي طه، رد الامام يا طه، يحكي، رد يا حبيبي، والا يلا قسما بالله، رد يا حبيبي، والا رد. قسما بالله. اي انت ارد ارد بتهددني؟ وليه استنى قاطعني؟ استنى طه، انت بتهددني بايه ممنوع بس؟ تقسم تحكي بالله على حكايه ايه؟ وحده، استنى، بتقسم بالله على ايه؟ حكايه وحده ما تحكي، انا لانه انا اعرف اصبر بس اساليبي. عليا، اصبر عليا. انت انت هسه اتصلت علي، مو انا اتصلت، انت اتصلت علي، مو انا قفلت اتصلت ليه عليك، السكه يا طه انت اصلا؟ اتصلت علي. فريت ليه يا طه؟ اي لانه هذا اساليبك، كل واحد ما يعجبك تقول له روح نام، انا ما عجبتني اقول لك روح نام. يعني انت، ما يعني تحكي انت وحد، طب شاي انا مش وحده، عاجبك يا خليني طه، اجاوب. اصبر يا طه. شوف ممكن شوف تعرفني شوف بس اشرف، شوف الان؟ اشرف، شوف سالتك اشرف. سؤال جوهري، انت تدري كل عندك رد؟ سنين من اتفضل. بدايه اتصالي وياك، سنتين صار لي ما قدرت لي بحكايه وحده. لا تسوي طه وطه. انا حافظ كل شيء، كل شيء وياك حافظه، واعرف اساليبك، وما في يوم قدرت لي، طب وان رد يا شاء الله طه ما على تقدر لي، الثلاث لان انا اسئله، من
تفضل رد على ثلاث اسئله من غير ما تلف في يمين خلينا وشمال. جاوب خلينا جاوب خلينا جاوب. اولا انا قلت لك راح اجاوب، لا تقاطعني، بعد بنص الجواب قاطعتني. قلت لك اني معك دقيقه يا جمهور طه. علماء المراجع، جمهور علماء المراجع نعم وافقوا قول الامام، وانت قلت السؤال يخص المراجع، ما قلت اي علماء اي عالم من العلماء، قلت المراجع، وهذا سؤالك موجود خافت نكره، قلت المراجع. وانا هسه اطلب منك واتحداك اذا جبت لي راي جمهور علماء المراجع اللي هو مرتضى الانصاري ومحمد محسن الحكيم والشهيد الاول محمد باقر الصدر والشهيد الثاني محمد صادق الصدر ومحمد سعيد الحكيم ومحمد اسحاق الفياض وبشير النجفي والسيستاني وكل الخامنئي وغيرهم، ذول جمهور علماء المراجع قالوا بالتجسيم الطيني. انا ما قلتش قالوا بالتجسيم ابدا. أنا لم شفت انت كنت طابت إيه؟ انت بتكذب على لساني ازاي؟ انا لم اقل ان علماء المراجع قالوا بالتجسيم، انا كان سؤالي واضح. جيد جيد. افهم يا طه بقى، اسمع اسمع يا حبيبي اللي انت جيد. رحت في موضوع ثاني خالص، انا سالت سؤال مهم. اسمع يا طه، اسمع يا طه، اطلع التسجيل مالك. طه اطلع التسجيل مالك. طلع التسجيل اتفضل. هس هس انتظر انتظر راح اطلع التسجيل. انا معاك اهو اتفضل. يلا انتظر. انا كان كلامي عن روايه الصدور وارجع لك. اتفضل. لا معايا، خلي ما تقفلش. لا 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 خليك معايا ما تقفلش. هس لا 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 خلي رج... خلي اطلع لك التسجيل مالتك. هتتصل هتتصل يا طه وعد. انتظرك قد ايه؟ اديني وقت انتظرك فيه. يلا سمعت الجواب، سمعت السؤال مالتك. المراجع انتظر. يلا ماشي انتظر. انا لم اقل ان المراجع قالوا بالتكسير. انا شوف قفل السكة ازاي. انا سألت عن قول الصدوق وقول ملا صدر، ده اللي انا سألت فيه، وكانت بداية كلامي ادي الشيء البطل اللي بيتصل واحد تاني يطبل له سيبنا يتكلم. طلع ايه؟ طلع بيكذب. انا ما قلتش الكلام ده. لا انت قلت الكلام ده، تمام. طيب انا احاول اجيب الكلام على تليفوني عشان اسمعكم. مش عارف البث المباشر ينفع يرجع ولا لا، ولكن انا هحاول ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. معاك طه من العراق. ازيك يا طه؟ هل تركت التشيع يا طه ولا لسه؟ اسمعوا. انا ما اترك الحق. يا راجل انت تركت، استنى يا طه. انا معك. يا طه. هسه يا طه. وعوف يا طه انت طلبت حديث ان ارد على حديث الثقلين بسند صحيح وعملت ثلاث حلقات عن ذلك، كنت فين يا طه؟ خلي اجاوبك على السؤال. لا لا ما تجاوبش على السؤال، انا مستنيك من بعد ما طلبت مني ان ابين ضعف احاديث النبي في اتباع الثقلين، عملت ثلاث حلقات بعد ذلك. مو اتباع، مو لا 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 انا جبت لك قلت لك تنسف الامامه، تنسف اصل الامامه. طيب اخواننا الاحبه قبل ما تتكلم يا طه، شفتم انا قلت لكم ايه؟ اعلم انه كذاب في ذلك، واعلم انه من المعاندين في ذلك، واعلم لو بينت له ضعف كل احد حدش يتصل يا شباب بعد اذنكم. الدين الشيعي لن يترك التشيع، وجاي لما اتزنق قال لك انا باحث عن حق، لما اتحشر يوميها قال لك لا يا استاذ اشرف انا رجل باحث عن حق. قلت لكم انا ايه؟ ليس باحثا عن حق، أنا أعلم بذلك. تعال خليك معنا النهارده يا طه. أديتك تنصف أصلا. خلاص يا طه أفنى الموضوع يا حبيبي. إيه قفل النهارده سؤالنا. النهارده سؤالنا. أنت فتح وجهك. أفتح براحتي وأقفل براحتي. حتى كنت أكبر واحد. بلاش تتحدى الله يسامحك، رد على حلقة اليوم، خليك في حلقة اليوم. أتحديت خليك في حلقة اليوم. حازم خليك في حلقة اليوم. يا عم خليك في حلقة اليوم. هذا الشيخ السوداني يا عم خليك في حلقة اليوم. يا طه خليك في حلقة اليوم. يلا يلا في حلقة اليوم أجاوبك. أنا بخير. الآن سؤالي الأول، هل قول الإمام ما قاله أن المذهب الصحيح في إثبات الصفات إثبات بلا تشبيه، هل كلام الإمام صحيح وافق عليه العلماء أم خالفوه؟ تفضل. راح أجاوبك بالتفصيل. أولا كلام الإمام أكيد صحيح. ثانيا المراجع، أنت سألت عن المراجع، بالتأكيد المراجع وافقوا واتفقوا مع كلام الإمام، وأنت سؤالك عن المراجع وليس عن عامة العلماء، وأنا أطلب منك هسه الآن جاوبتك على السؤال، أطلب منك. اصبر يا طه، اصبر يا حبيبي، اصبر يا حبيبي، اصبر يا حبيبي. خليك كمي. اصبر يا حبيبي. خليك كمي. هتكمل والله، أنت معايا. أنت سألته خليك كمي. يا حبيبي اصبر حاضر، مش أنت تعرف أصول المناقشة لو لا؟ نقطة نقطة الله يفتح حالك. أنت تعرف أصول المناقشة لو لا؟ ما أعرفهاش. أنا مو أصول المناقشة. هتعلمها منك.
ولكن تنط كده بالكلام جزافا. تعلمها ايه؟ تعلمها طبعا تتعلمها. ماشي انط بالكلام جزافا. جاي اسمع بس انت حالك انت بتقول اسمع اسمع ترى انت تثق بيا يا عم اسمع ترى انت ما تقدرني اسمع اشرف انت ايه يا ابني المناقشه وخلي ناقش يا عبدي اسمع اسمع وافهم اشرف انت ذكرت وخلي ناقش انت ذكرت الان ان كلام المراجع وافقه العلماء كلام الامام صحيح وافقه العلماء في ذلك. هل عندما أثبت الله في القرآن صفة اليد تمام لنفسه هل وافقه العلماء أم قالوا العلماء يعني هل كمل الجواب هل كمل الجواب خليك تكمل هل قال العلماء إن إثبات بلا تكميل هل عندما قالوا العلماء بصفة الكلام أظن عرفنا أن طه كذاب يخش مع أبو علي الكذاب بيقول انت سألتني في تقسيم وقلت ان المراجع مجسمة صح؟ قلت انا ما سألتش السؤال ده خالص يا طه يا طه فين المطب اللي طه اللي كان بيسقف يقول له سيبه يتكلم اهو بيتصل طه يا طه سمعت يا حبيبي خلا سمعك التسجيل انا لسه مسمعه للناس اصبر بس عليا انا لسه مسمعه للناس اين ذكرت ده ردك على ان المراجع مجسمه فين انا قلت الكلام ده اذا ليش تنكر انت ليش تقول ليش تنكر انا سؤالي واضح يا طه انت قلت المراجع انت كذاب وكذبت عليا الان في موضوع ان انا سالتك وذكرت ان المراجع مجسمه اصبر يا طه قلت لك انا سالتك حول روايه الصدوق في قول اثبات بلا تشبيه قلت لي لا انت سالتني ان المراجع مجسمه حصل مني الكلام ده ايه طب سمع الناس سمع الناس سؤالي جيد يلا اسمع هل عندما قال الامام الاثبات الصحيح للتوحيد هو الاثبات بلا تشبيه هل وافق المراجع الامام في هذا القول ام خالفوه بس اين بقى كلمه التقسيم سمعت اين قولي بالتقسيم سمعت ايوه اين قولي ان المراجع مجسمه اين قولي بذلك اين اتهامي له على السؤال الاول في اثبات الصفات اثبات اين اتهامي الصفات بلا اثبات انت كلامي واضح يا طه انت نكرت انت نكرت اصل يا طه لعدش شنو التقصيد لعد شنو التقصيد شنو اقصد روايه الصدوق يا رب بكلمك في روايه الصدوق ان واللي تتكلم عن الفاء واللي تتكلم عن نفي التجسيم واللي تتكلم عن نفي التجسيم يا استاذ طه انت قلت ان انا سالتك عن تقسيم المراجع وان واتهمت المراجع بالتقسيم انا قلت الكلام ده قلت لك ما قلتش الكلام ده قلت لي لا انا قلت الكلام قلت ده انا ما تكلمت عن المراجع فين في كلامي انا ما تكلمت عن المراجع طه. شوف اشرف انت لا تراوغ وياي انا اللي بروغ لا تراوغ وياي اي لا تراوغ وياي انت نكرت لا تراوغ وياي نكرت انت نكرت انا جاي جاوبك وانت قطعت طب انا عايزك بس اصبر بس يا طه وانت بعدين طه وانت تقسم بالله ان انا قلت المراجع مجسمه انا قلت انت نكرت انا بسالك سؤال تقسم بالله ان انا قلت لك المراجع مجسمه سؤالي واضح جيد انت شن تقصد بهاي الروايه التقسيم لو مو التقسيم تاني طيب ادي الروايه قدام الناس على الشاشه هسه انا اسالك سؤال انت شن تقصد التقسيم لو مو التقسيم اصبر يا طه اصبر يا حبيبي على نفسك ادي الروايه التقسيم لو مو التقسيم اسالفه تلعب وياي اشرف انا خاطبك وعاجني انا اللي بلعب دلوقتي ادي الروايه على الشاشه اللي احنا بنعرضها المره الثالثه قلت في التوحيد قال وأي شيء في التوحيد قالوا يسألونك عن الله جسم أو ليس بجسم فقال إن للناس في التوحيد ثلاث مذاهب إثبات بتشبيه ومذهب النفي ومذهب إثبات بلا تشبيه فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز ومذهب النفي لا يجوز والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه قلت هذه العقيدة التي عليها الإمام هي عقيدة أهل السنة في بداية الحلقة هل يوافق مراجع الشيعة على إثبات بلا تشبيه أم خالفوا الإمام في ذلك؟ فضل يا طه رد. شنو معنى أنت زين تقسم بالله إنه أنت ما كنت تقصد التقسيم في هاي الرواية؟ أقسم بالله ما أقصد التقسيم بهذه الرواية، أقسم بالله مرة ثانية إنني لا أقصد التقسيم بهذه الرواية، أقصد قول الشيعة بالنفي. إذا هاي شنو؟ تمام؟ والمراجع خالفت الإمام في ذلك وقالوا بالنفي وبالمجاز. وأنا جاوبتك إنه الشيعة وأنا جاوبتك إنه مراجع يا حبيبي مراجع أنت يا ابني تنفي. أنت يا ابني الآن هل وافق المراجع والعلماء الإمام في عقيدة نعم. توحيد الصفات إنه إثبات بلا تشبيه نعم أو لا نعم
اديني الدليل بقى استاذ الفاضل في صفة اليد. الدليل انت الدليل انه انت اذا عندك من اقوال واراء المراجع حصر المراجع على انه ينفون الاثبات العفو العلماء يثبتون الصفات المراجع العلماء ما العلماء الذين اسسوا كالمجلسي وكالكليني يعني وكغيره. انا بتكلم على كل هؤلاء. اليس هؤلاء مراجع ايضا؟ جيد والمراجع شنو شغلهم؟ والمراجع شنو شغلهم الان؟ هل عندما اثبت الامام صفه اليد لله كمثال هل وافقوا العلماء في ذلك؟ المراجع شنو شغلهم؟ طيب شوف سؤالي واضح. هل عندما قال الامام باثبات صفه اليد لله هل وافقه المراجع او العلماء ام خالفوه؟ شلون سؤال شنو انا بسالك سؤال انت بتقول لي نعم العلماء وافقوا الامام في اثبات التوحيد بالصفات تمام اثبات بلا تشبيه. سؤالي واضح. هل العلماء ركز يا استاذ طه، هل العلماء عندما اثبت الامام صفه اليد لله هل العلماء والمراجع وافقوا الامام في اثبات تلك الصفه ام لا؟ تفضل. نعم صفه اليد بلا تجسيم وبلا تكييف. طب واذا قال العلماء واذا نفوا العلماء تلك الصفه؟ اصبر، واذا طلعت لك على النص دلوقتي ان العلماء قالوا المقصود باليد القوه وليس صفه اليد على الحق كما قال الامام. انا قلت لك جمهور مراجع العلماء جمهور مراجع العلماء وليس العلماء. المجلسي مثلا، الكليني، المازندراني، هؤلاء مو مرجع. دول مش علماء يعني؟ دول مش علماء؟ لاني مو مرجع. دول مش علماء؟ مو مرجع. انا بتكلم في يا ابني مرجع. انا مالي بالمرجع انت بتتكلم في ناس حديثه بقالها 10 سنين معانا ما بيننا. انا بكلمك في مؤسسين الدين. ما انفك على المراجع بقى عليه. احنا الشيعة يقدرون المراجع. ممتاز. انت بقى تعلم يا طه اذكر لي اين قال السيستاني ان صفه اليد حقيقه بلا تشبيه او تكسيم؟ اين قال السيستاني ذلك؟ هذا انت المدعي بانه المراجع لا ينفون. انت المدعي وليس انا المدعي. انت المطالب. ومن اين انت عرفت؟ اصبر يا ابني. ومن اين انت علمت ان السيستاني اثبتها؟ انت المدعي. روح نام يلا. روح يلا نام يلا. مش هتقعد دماغك. ادي طه سيبناه يتكلم. عالم زمان اهو. الله المستعان والله. ويقول لي اذا كلامك مش عاجبنا اقول لك روح نام. عمل فرخه الان بقى زي الفرخه اللي كان داخل فاتح صدره قفله. لا عندك العلماء والمراجع نفوا. يا طيب هو السيستاني اصلا له رساله علميه واحده عشان نقدر نتكلم ونطلع كده كتاب التوحيد للسيستاني وماذا قال في التوحيد؟ ده انت مسكين. ولما هاجي اتكلم معاكم عن اثبات الصفات وكيف العلماء اولوا تلك الصفات وبس ساعتها اقول لي نحن لا نتبع هؤلاء العلماء. طب واذا قال الشيعي نحن لا نتبع هؤلاء العلماء اقول له من اين لك الدين؟ خلاص ما انت كده ضربت كل العلماء عرض الجدار. يبقى لما يجي الشيعي يضرب بالعلماء القدماء الذين اسسوا الدين لحد حتى القرن العاشر الهجري عرض الجدار اقول له بقى بتاخد دينك منين يا صديقي؟ يقول لك من المهد. اقول له بقى طلع لي المهد شخصيا يورينا الدين.